الألعاب ديالنا كاملين. المغربية الألعاب والرياضة كتعتني به كل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. MDGS معا بروح رياضية. مشاهدينا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم مع الحدث. مع الحدث اللي غادي نسلطوا فيه الضوء واللي غادي نناقشوا موضوع قوي، موضوع الديربي البيضاوي اللي كيجمع ما بين الغريمين التقليديين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الوداد البيضاوي عن الدوره الثانيه عشره من البطوله الوطنيه الاحترافيه اتصالات المغرب. كيحضر معايا في بلاطو مع الحدث سبيسيال ديربي كل من لاعب فريق الوداد سابقا سي حسن نادر، مرحبا بك. مرحبا بك. وايضا كيحضر معايا سي مجد الدين جيلاني عن فريق الرجاء البيضاوي لاعب سابق، مرحبا بك سي مجد الدين. مرحبا بك الاخت ايمان، ومرحبا باخ اللاعب السابق سي حسن نادر. نبداو معكم المناقشه سي حسن نادر وسي مجد الدين، انتما يعني عايشتوا اجواء ديربيات يعني دازت كثيره وعايشتوا الديربي والاجواء ديالو. سي حسن نادر كيفاش تكلم لنا على الاجواء ديال الديربي وكيفاش كانت هذه الاجواء والجماهير المغربيه كيفاش كتفاعل مع اجواء الديربي؟ اولا حنا الديربي عشنا ملي كنا مازال صغار في الاكاديمي نيم جونيور عاد في يعني في ليكيب بروميير اللي هذا فالديربي ماشي يعني ماشي بحال دابا، لان الاغلبيه ديال اللعابه اللي كاين دابا اللي موجودين لا في الوداد ولا في ولا في الرجاء كاين اللي فيهم مثلا كنظن بان الرجاء تقريبا 90% اللي غتلعب كنظن ما عمرها لعبت الديربي. الوداد يعني حتى هما كذلك كاين بزاف اللعابه اللي ما لعبوش الديربي، فلهذا كاين اللي هاد الديربي هذا كيجي صعيب. بعكس كيف قلت لك حنا ديجا لعبنا في يعني في لي جون عاد مع الكبار، وتقريبا كنا ولاد يعني ولاد الدار البيضاء يعني كتجمعنا واحد يعني واحد الصداقه، رغم اننا يعني كنتنافسوا في داخل الملعب ولكن خارج الملعب فاحنا يعني كاصدقاء يعني الى يومنا هذا فاحنا كنا اصدقاء، لكن بطبيعه الحال كل واحد كيضرب على يعني كيدافع على الالوان ديالو على الفريق ديالو يعني. والاجواء ديال ذاك الوقت ماشي ديال دابا، لان كلشي تغير حتى من مثلا من ناحيه الجمهور. يعني ذاك الوقت كان الجمهور كيمشيو صحاب مجموعين ودادي ولا رجاوي مخلطين كلشي مخلط، سجلات الوداد كيتهز حدا صاحب ودادي، الاخر سجلات الرجاء كيتهز رجاوي، يعني امور عاديه ما كتكونش واحد المناوشات ما بين الجماهير. لا الضحك بيناتهم هذا يضحك مع هذا، يعني ما كانش ذاك الصداع اللي كنشوفو دابا. دابا اللي يعني الجمهور تفرق يعني ولا هي واحد الناحيه هي زوينه، لان بهاد لي تيفو اللي كيداروا داكشي وكتشوف يعني المدرجات اللي فيهم الوداد اللي كيقولوا فريميجا يعني كلشي لابس الاحمر، المكانه اللي فيها ديال الجمهور ديال الرجاء كلشي لابس الاخضر، تكون واحد الزخرفه على مستوى الجمهور بطبيعه الحال، ولا يعني داكشي ولا زوين. كل واحد كيغني الاناشيد ديالو كيغني الاناشيد ديال الفريق ديالو. ما كانش هادشي بكري هاد الاناشيد هادو ما كانوش كيترددوا يعني. لا بكري ما كانش يعني ما كانش بحال هادشي، كيف قلت لك كان الجمهور كيكون الديربي كيكون مخلط عاده، الا بك تكون ديك الساعه لعب الوداد مع فريق اخر ولا الرجاء مع فريق اخر يعني هذيك كتكون الجماهير لا ولادي ولا الرجاويه يعني حتى ما كانش غنت الاناشيد، ولكن ماشي بحال دابا اللي ولا الاناشيد كثيره ولا ولي تيفو اللي كاين يعني كلشي كيتكلم على هذه المباراه، كلشي كيتسنى هذه المباراه. كاين اللي كيقول لك اللي ربحنا غير الوداد اللي ربحت الرجاء ربح لدينا الشامبيون، ولا الرجاء اللي ربح الوداد اللي ربح لدينا الشامبيون، فهمتي؟ ولكن بطبيعه الحال الشامبيون ما كتربحش مع الوداد ولا مع الرجاء، الشامبيون كتربح الا خصك تربح كلشي. لهذا الاجواء يعني مختلفه على اللي كاينه دابا. نعم مجد الدين، كيفاش انت عايش هذه الاجواء ديال الديربي؟ كيفاش كتشوف هذه الاجواء من قبل ودابا من بعد يعني؟ بالنسبه للاجواء ديال الديربي، فاي ديربي في كره القدم معنا في العالم كامل عنده واحد طقوس وتقاليد وعادات، وإلا كانت كتجمع ما بين فريقين اللي غريمين تقليديين اللي عندهم واحد السمعه طيبه في الدوري المغربي ولا على المستوى العربي والافريقي، فاكيد ديربي رجاواك، فاكيد
الا جبتي غادي تجبد واحد العديد من الاشياء اللي هي ايجابيه، لا سواء قبل لا سواء الان، لكن دائما كيبقى الديربي بين قوسين، كيبقى ديربي ديال التشويق، ديال الاثاره، ديال التنافس كما قال سي حسن نظير، ديال التنافس الشريف داخل رقعه الملعب. لكن الاشاره اللي اشار لها سي حسن هو ان الان اللي كيميز الديربي الان هما اللوحات الكبيره اللي كيقوم بها جماهير فريق الوداد البيضاوي، لا فريق الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي، اللي كتعطي واحد الرونق، كتعطي واحد الاثاره وتشويق اخر للديربي، ماشي كيف قبل. لكن الديربي الان فهو كيجي في واحد الوقت اللي هو الفريقين ما عندهمش نفس القوة، ما عندهمش نفس معنا، كاين المفارقات كثيرة بالنسبة لهذا الديربي هذا. نعم، هنا كنلاحظوا بلي يعني الديربي 90 دقيقة ديال المباراة كتكون فيها واحد يعني كتكون فيها واحد الصراع كيكتسي واحد الطابع خاص، لكن ما كاينش واحد ما كان هذا الشيء كان قبل، ولكن في هذه السنوات الأخيرة المستوى التقني والفني ديال ما يسمى بالديربي ولا مستوى اللاعبين ما كنلقاوش يعني في المستوى المطلوب. ايوا طبيعة الحال، لان المستوى ديال الديربي دابا مابقاش كيف كان قبل، لان قبل كان المستوى عالي، يعني بصراحه كانوا لاعبين كبار يعني في المستوى الكبير. كيف قلت لك الاغلبيه كانوا كلهم ابناء الفريق، لا بالنسبه للوداد ولا بالنسبه للرجاء، يعني كانوا كيف قلت لك ابناء الفريق اللي ترعرعوا في الفريق. والديربي يعني ما كانش ذاك واحد المشكل، دابا كيقول لك الضغط، فهمتيني؟ يعني بكل صراحه انا الكلمه ديال الضغط يعني كيف كنقولوا بالدارجه طلعت لي في راسي، لان ولي كنسمعوا في التحليل الراديو الضغط، كلشي كيهضر على الضغط. الضغط النفسي ولا الضغط يعني الضغط من ناحيه اش؟ الكلمه ديال الضغط ولا كلشي كيهضر على الضغط، هذا كاين اللي كيقول لك الضغط، وراه كاع ما عرف شنو هو الضغط. الضغط جينا نهضروا على الضغط، بون لا بريسيون، هو لا بريسيون عندنا لا بريسيون ديما الى هذا الضغط. كيقول لك ما كانش الجمهور، بون الضغط ما عرفنا واش بالجمهور، الا كانت 50 60 الف كيقول لك عليه الضغط ديال الجمهور، كان التيران خاوي حتى المستوى كيكون ناقص، شنو هو؟ الا كان التيران 50 60 الف، حنا كنا كنبغيو نلعبوا في 50 60 الف، فهمتيني؟ ما كانش 50 60 الف، فاش غنلعب انا كيتفرجوا فيه 300 ولا 400 واحد، والتيران كبير. بالعكس ملي كتشوف هذيك الجماهير الغفيره بحال هكذا، هذوك اللوحات الفنيه اللي كيقدموها الجماهير، فراه هنا يعني عاد كيخصك تزيد من ذاك المستوى، وتزيد يعني في يعني ذاك الحفل باش يكون ذاك الحفل يكون كامل، يعني حتى ذاك العطاء يكون كامل. لهذا فقبل يعني كانت الكره كنا كنتفرجوا في الكره، يعني كتخلق فرص ديال التسجيل، رغم بعض المرات كيخرج يعني المباراه بالتعادل ديال 0-0 ولا 1-1، ولكن كتشوف يعني محاولات، كتشوف محاولات كثيره لا من هذا الفريق ولا من هذا الفريق. وفي نفس المباراه حنا لاعبين وبعض المرات كنضحكوا بعضياتنا، يعني ماشي كنضحكوا باش كنضحكوا، ولكن هنا كتشوف يعني كنلعبوا بواحد الارتياح، بواحد يعني فريق باغي يربح فريق، ولكن كتلعب بواحد الارتياح وواحد يعني بواحد العطاء، وكل شيء باغي يربح وكل شيء. اسمح لي سي حسن، حتى اغلبيه ديال المشاهدين واغلبيه ديال الناس اللي كيمشيو باش يشاهدوا الديربي ولا كيتفرجوا في الجروم، حتى هما ولاو كيشوفوا الديربي كيتسناو جوست هذيك اللوحات وهذوك الجماهير وهذوك التيفوات اللي كيتهزوا في الديربي، يعني حتى المباراه ما بقاتش عندها واحد الصيغه واحد المعنى ديال انها مباراه ديربي قوي كيجمع ما بين غريمين بيضاويين منذ الازل. طبيعي الحال حنا ماشي غير حنا اللي لعبنا الكره كنقولوا هذه الهضره، هذه اللي حنا يعني كتقنيين اللي لعبنا ولا يعني كنقولوا كنفهموا في الكره وكيف داكشي كيفاش بغينا نشوفوها. يعني كيف قلتي دابا حتى الناس ديال حتى اللي ما كيفهمش الكره تيقول لك يقول لنا كنمشيو نتفرجوا غير في لي تيفو، كنتفرجوا غير في الجمهور، لان عارفين الديربي ما تكونش شي كره، وكاين اللي كيتسنى غير النتيجه. نمشي لك مجد الدين، نتحدثوا على فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي كنعرفوا كيف ما كنعرفوا كيعيش مخلفات، نقدروا نقولوا بلي هي مخلفات المدرب رود كرول. اليوم فريق الرجاء البيضاوي يعني ازمه ديال النتائج، مكتب مسير مضطرب، يعني على مستوى الانتدابات ما كايناش انتدابات يعني في المستوى المطلوب، رغم اننا شاهدنا مؤخرا يعني انتداب كريستيان اوساغونا.
وايضا فريق الرجاء البيضاوي ما بقاش عنده هذيك الصبغه اللي كانت عنده قبل، خصوصا انه يعني ما بقيناش كنشاهدوه في المستوى اللي كان كيتعرف به فريق الرجاء البيضاوي. وب يعني مجيء سي رشيد الطوسي يعني كنشوفوا ان فريق الرجاء البيضاوي ما بقاش كما كنعرفوه هذاك الاسم الكبير ديال الفريق الرجاء البيضاوي العالمي. اول شيء اسم الفريق دائما كيبقى بالجمهور ديالو باللاعبين ديالو السابقين بالمسيرين ديالو، اكيد فريق الرجاء البيضاوي اسم غيبقى دائما كبير في المنظومه الكرويه. لكن باش توجد انيكيب في حجم فريق الرجاء البيضاوي وفي حجم الجماهير ديالها اللي طلعات وكتطلع دائما المستوى يكون راقي وما بغاش تنزل على واحد المستوى اللي وصلت ليه، كما قلت الاخت وصلت للعالميه وقدمت مستويات كبيره اللي استحسن ليها الجمهور المغربي كامل والجمهور العالمي، اكيد فلابار فهي طلعت واحد شويه بالنسبه للجماهير. بالنسبه للسؤال ديالك الاول، باش توجد فريق اللي هو جيد تنافسي باش يلعب دائما على الالقاب، اكيد كاينين 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 اشياء لابدها خاصها توفر. اول حاجه خاصو يكون مكتب مسير اللي هو غير مضطرب وكيعرف كيفاش يتحكم في زمام الامور وعنده واحد الخلفيات وعنده معلومات كثيره من واستراتيجيه واضحه وعنده معلومات كثيره لا على مساله الانتدابات لا خصوصا انتداب المدرب، البروفيل ديال لونترينور واش صالح للفريق، واش اللاعبين لي زيترونجي اللي هما اللاعبين الاجانب اللي كيطرحوا علامات استفهام كبيره داخل فريق الرجاء البيضاوي خصوصا خلال هذه السنه، لا في الانتدابات المحليه. اظن بان هذه الامور هذه كلها ما كنظن في بدايه الموسم ما توصلوش او المسؤولين باش يحاولوا يجمعوا هذه الامور هذه باش يدير واحد لو ديماراج اللي هو مزيان يشرف الجمهور، عاود ترجع فريق الرجاء البيضاوي اللعب ديالها والصوره ديالها وديك ليماج اللي ولفها الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي. اكيد الا طرحنا رود كرول اكيد الانتداب ديالو، وهذا راي شخصي لي انا ما كانش في محله لانه ما كيتماشاش مع كامل احتراماتي ليه كشخص وكانسان وكلاعب وكمدرب قدير، لكن لو بروفيل ديالو بعيد على فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي دار واحد التحضيرات اللي هي داخليه في داخل المغرب قبل ما يسافر لتركيا. اكيد في التحضير فين كان المشكل، فريق الرجاء البيضاوي ما حضرش الموسم ديالو كما يجب، لا من ناحيه الانتدابات لا من ناحيه تسريح بعض اللاعبين الاجانب اللي كان ممكن الاحتفاظ بهم كفيفيو مابيدي وككوكو، لان المعوضين اللي كانوا جاو ما داروش الدور ولو حتى النصف ديالهم. كذلك بعض اللاعبين اللي تم استخدام ديالهم، هاد اللاعبين الاجانب اللي كانوا بالحاح من طرف المدرب، اللاعبين هادو ما كانوش في حجم وتطلعات لا ديال حتى المسؤولين بالانفس ديالهم ولا جميع مكونات الرجاء البيضاوي. الشيء هاد الاشياء كلها الا جمعتيها اكيد ما غتعطيكش فريق اللي قادر على المنافسه. الا جا مثلا لعاب براني كتحاول تدخلو كتانتيغري معاه، حنا كنا نلعب في بعض الاحيان راه كانوا تيمشيو معنا للدار تيتعشاو معنا تنخرجوا قدروا نقولوا من هذا المنبر يعني كيعطيو احقيه للاعبين الاجانب واللاعبين المغاربه اللي جاونا. فوالا هذا الشيء اللي غنبغي نشير ليه انا. فانا الا ربحت واحد اللعاب سواء كسوا جا من مثلا من الماس او جا من الكود ولا جا من اي فرقه، الا جا الفريق الرجاء البيضاوي فيلزم هذوك اللاعبين اللي هما كيكونوا دي ليدر في الفرقه واحد اربعه ولا خمسه لعابه بالاضافه الى الطاقم التقني بالاضافه الى المسؤولين كيحاولوا يدخلوه كيحاولوا يعرفوا شنو هي الثقافه ديال الفريق الرجاء البيضاوي باش كتسهل عليه الامور، يحاولوا يقربوه ما امكن اعلاميا للجمهور. كاين واحد العديد ديال الاشياء اللي ممكن لعبات ضد فريق الرجاء البيضاوي، لكن الانتصار الاخير ضد او الشوط الثاني من المباراه الاخيره ديال نهضه بركان شيئا ما بدينا كنشوفوا الرجاء كتسترجع واحد بديتي كتشوف الرجاء، لان الكل انا حضرت المباراه الشوط الثاني كان مغاير تماما لجميع المباريات اللي لعبهم فريق الرجاء البيضاوي خلال هذا الموسم. كنتمنى فريق الرجاء البيضاوي هو انه يستثمر هذا الشوط الثاني ويحاول يبني عليه على الاقل يرد المعنويات للجماهير ويرد المعنويات للبطوله الوطنيه، لان البطوله الوطنيه ملي كتكون
كتكون مريضه الرجاء او كتكون مريضه الوداد او ليفار او فرق اخرى، فاكيد ما غنشوفوش واحد المنتوج كبير، ما غنشوفو تدهور في 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 في, في الكره الوطنيه. نعم سي حسن، هذه القضيه اللي هضر عليها سي مجد الدين، يعني بيتور ما كاينش يعني في البطوله الوطنيه لا في الرجاء ولا في الوداد، يعني واحد نقدروا نقولوا بلي هذا الشيء الكفه ديال الوداد الرجاء، يعني بس كتهبط هذه الكفه كتطلع الكفه، يعني ما كاينش واحد التلاحم، ما كاينش واحد التلازم فيما يخص الهدافين ديال الفرق. بطبيعه الحال قبل ما نجاوب على السؤال هذا، يعني نجاوب على نتكلم على الرجاء، لان الرجاء كانت عندها من لعبات كاس العالم، يعني كان عنده واحد الفريق قوي. العناصر اللي مشات من الرجاء من بعد ديك كاس العالم ما تعوضاتش بعناصر اخرى، يعني ما جاش لعاب اللي غيمسك في هذوك اللعابه. خصنا نعرفوا بان الدار البيضاء صعيب اللعب فيها، لا في الوداد ولا في الرجاء راه صعاب، لان كتشوف لعابه كيجيبوا من فرق اخرين، جاوا الوداد ولا الرجاء ما لعبوش. منهم اللعاب اللي جا للرجاء من سلا دابا في الفتح، القناوي كتقول سلا، كتقول القناوي، قلتي القناوي كتقول سلا، هو اللي كيجي للرجاء يعني ما قدرش. رجعوا للدافين المغرب كله ما فيهش للدافين، وعاد ملي كنجيو نشوفوا الوداد ولا الرجاء راه كتقول الحشومه وعار ما يكونش لعام الوداد ولا الرجاء. انا بعض المرات كيضرني خاطري، هذا الشيء مؤسف جدا. انا بعض المرات كيضرني غير خاطري ملي كتجي تشوف الفرق ديال الاسبوع، يلا كتلقى لعاب واحد ديال الوداد ولا واحد ديال الرجاء، بعض المرات كتلقى التوقيت فيهم. اليوم كنعرفوا بلي اليوم رشيد توصي يعني اول مباراه ديربي غادي يخوضها، بخلاف جون توشاك اللي كان يعني لعب مباريات في الذهاب ولا مستوى الاياب. واش نقدروا بلي نقولوا بلي رشيد توصي الى نجح في هذه المهمه، هذه حنا غادي نسميوها مهمه لانه اول مره غادي يلعب ديربي يعني بيضاوي قوي، غادي ينجح في المهمه ديالو وغادي يفرح الجماهير الرجاويه وغادي يتمكن يعني من انه يتصالح مع الجماهير، خصوصا وان البدايه ديالو مع فريق الرجاء كانت غير ناجحه. اولا بالنسبه للسي رشيد الطوسي ما غنقولوش غادي يتصالح مع الجماهير، هو السيد يلاه كيجي عنده 3 ماتش ولا 4 ماتش لعبوا وهذا 5 ماتش، ما يمكنش بانك تربط المستقبل ديال المدرب بمباراه من فئه 3 نقاط كما قال السي، هي مباراه ديربي اوكي لكن كتسوى 3 نقاط. بالنسبه للفوز ديال مباراه ديربي فكيبقى معنويا ممكن يحاول يجمع فريق الرجاء البيضاوي، يجمع المكونات ديالو ويحاول هو الجمهور الحمد لله فريق الرجاء البيضاوي. انا لمست راه خاسره تيتبعها، راه بحال تيتبعها في التيران تيتبعها، فاكيد فالفريق دائما الجمهور دائما مصالح مع 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 الفريق ديالو. ما وقعش واحد التحضير، وانا دائما كنت كنشير في جميع المنابر الاعلاميه بان فريق الرجاء البيضاوي راه بدنيا غير جاهز لاجراء مباراه ماشي ديال 90 دقيقه ديال 80 دقيقه. واللي لاحظ ولا المتتبعين كلهم فريق الرجاء البيضاوي كيلعب ماشي اول ربع ساعه اللي هي في الوسط ديال بروميير ميطون، وكيلعب ربع ساعه في الوسط ديال دوزيام ميطون. هذا ممكن يبين لك بان راه الاعداد البدني ديال الفريق فهو غير متوازن هنا. يمكن هذه النقطه اللي خلات رشيد الدوسي انه يتخلى على المعد البدني ديالو. هذه شرت لهم لان شوف فريق الرجاء والوداد البيضاوي راه خاصهم يكونوا في الطوب ديالهم بدنيا ومونطالمو هنا مزيان باش يقدروا يمشيو، لان راه جميع الفرق راه ملي كتبغي تلعب مع الرجاء راه جميع الفرق تتصالح، جميع الفرق تياخذوا لي بريم ديالهم، والكاع اللي كانوا مخاصم هذا القدر ديال فريق الرجاء والوداد البيضاوي، هذا القدر ديال مع كامل الاحترام لجميع الفرق. فدائما اللي كيبغي يلعب مع في مركب محمد الخامس خاصو يبان بواحد ليماج مزيانه، خاصو يبان لانه مركب محمد الخامس فهو كما كنقولوا هنا فين تيتسوقوا اللعابه، وهذا هو المرآة. فوالا هذه هي المرآة. اذا فراه كيستعدوا الفرق الاخرين كيستعدوا تريبل، لان المستوى ديال فريق الرجاء البيضاوي الا كان بغى يفوت هذوك الفرق راه خاصو يكون بدنيا جاهز 200% عاد باش كتجي الامور الاخرى. دونك انت كتركز على المستوى البدني ديال ممكن تسالي الاستاذ حسن يقدر يقول لك، لان بدنيا الا ما كانش غير لاطاكون جاهز بدنيا راه غيلعب لك. لان ملي كندويو على الرجاء كندويو على الوداد، لان عندهم جميع الامكانيات يعني فين ما بغاو يمشيو اي بلد كيسافروا ليه باش يعني باش تكون التحضيرات يعني عندهم كل شيء موفر يعني باش يكونوا جاهزين، لان
لان كلشي على البريباراسيون. سي حسن، اليوم فريق الوداد البيضاوي بقياده الطوشاك يعني نتائج ايجابيه، تركيبه بشريه في المستوى، عنده درايه بالديربي اللي لعبوه ذهابا واياب. يمشي ممكن لك تقول لنا على التهيئات وعلى الاستعدادات وعلى النظره ديالكم لجون طوشاك والقياده ديالو مع اللاعبين؟ جون طوشاك اللي اشتغلت معاه كمساعد في السنه الماضيه تقريبا مده ديال 4 شهور، اللي حضرت معاه في التحضيرات الاولى، يعني وانا اللي كنت يعني كان يعني شرحت له بزاف على يعني على الكره المغربيه، على حتى من العقليه ديال اللاعب المغربي، كل لاعب كيفاش خصك تتعامل معاه، لان كتعرف ملي كتلاقى محترف مع محترف يعني داك كنقول لك الميساج كيولي سهل، ما كتلقاش معاه مشكل. طوشاك تا هو بديك العقليه الاحترافيه ما عندوش مشكل مع الشبه، حتى واحد لقيته يعني هو قال لي الفرقه هذه فعالي جون، فهمتيني يعني قال فرحان، ولكن ملي يجي خاصه زعما الدراري ديال اكسبيريونس وهذا الشيء، هذه اللي زادت سعاده الوداد. الوداد ربح حتى الدراري هادو، بطبيعه الحال الوداد تمكن فوز البطوله السنه الماضيه، هذه السنه هذه هو اللي كيتصدر صبور الترتيب. طوشاك دابا عنده واحد الفكره على الديربي، كيفاش الاجواء ديالو، يعني داك الشيء اللي شاف الديربي ديال السنه الماضيه يعني عطاه واحد الفكره واحده اخرى، يعني كون عنده فكره كبيره على الان. طوشاك يعني هذه السنه كيفهم اكثر، يعني يفهم اكثر الكره المغربيه، رغم ان كنشوف بعض المرات اللي انا كيف قلت لك عشت معاه، بعض المرات كيلعب شي مباراه كيعطيك بحال كيدير لك بحال الطعم، كتظن بان راه كيقول لك الوداد كديفوندي كتلعب اون ديفونس، ولكن هذاك راه هو واحد الخطره هو قال لي، قال لي بعض المرات كيخص طعم الخصم طبيعي حتى هو كيخطا، ولكن ديما كيتسناو المفاجاه ديالو في الاخر ديال المباراه، ديما كتسنى شي حاجه غادي يعطيها جون طوشاك في المباراه. كنتكلم على جون طوشاك، يعني التاريخ ديالو كلاعب في ليفربول وكمدرب الفرق كبيره كسبورتينغ ليزبون، ريال مدريد، ديبورتيفو دو لا كورون، ريال سوسيداد، يعني هاد الفرق هادو راه ماشي فرق كبيره، لهذا فهو الان يعني كيف يعني فهم الكره المغربيه، دابا كيتعامل مع الديربي، وتا هو دابا عارف كيفاش غادي يتعامل مع الديربي، يعني بالطريقه ديالو، خلاف واخا كنقولوا بان الطوسي اول ديربي ليه، ولكن الطوسي راه ولد البلاد، الطوسي راه عارف عايش في الكره، الطوسي اللعابة ديال الرياجر ما جددش عليه، راه كيعرف كل واحد فيهم، دابا كنعرفوا كاع اللعابه، كنشوفوا كل اسبوع كنشوفوا تقريبا المباريات كاملين، يعني كتكون ديجا واحد الفكره، ديجا واحد الفكره شامل، غير هو داك الديربي كيبقى كيقول لك هو سبيسيال. غير حاجه واحده اللي بغيت نقول قبيله، نعم، الديربي ديال شحال هادي والديربي ديال دابا الفريق هادو اللي غيتري لي وقال الرجاء غتمشي للجديده 3 ايام، الوداد غتمشي للمحمديه 3 ايام، حنا ديك الساعه ما كاين لا محمديه جديده، كتعيشوا في الدار، كتعيشوا في الزنقه، كتعيشوا معنا في المحلات، كتمشي حتى بلاصه كتبقى في بلاصتك وانت كترين، باش غادي نزيد نضحكك، حنا ديك الساعه فين كنباتوا حنايا؟ ملي كنكونوا لاعبين هنايا في كازا. الا قلت لك غتبقى يضحكي، لان كنقول لك هذوك يمشيو للمحمديه الاخرين كيمشيو للجديده، الراحه كيصدعك ما كيقلقش حتى حاجه. معسكر تدريبي يعني 100%، انتوما حنا كنبقاو في الدار البيضاء كنباتوا في واحد لوطيل في لاكوت، وتعرفي لاكوت كي كتكون نهار السبت كنكونوا العراسات، والغد اللي كتجي كتلعب الباج ديالك في الباغي وانت مرتاح وكتعطي يعني ما يمقدوش غير واحد المقطع لاخوش ايمان. كان ذكر السي حسن قبيله مساله ديال الضغط، راه هاد الامور هذه ديال تتدي مثلا فريق الوداد يمشي عسكر في جديده ولا الرجاء يمشي عسكر في المحمديه، هذا كله تيسميوه باش نبعدوا على الضغط، هو راه بالعكس. انا مريتش لعبت ديربيات، ديربي هنا في كازا، لعبت ديربيات عربية، لعبت ديربيات خارجية، كاينين دي زونترينور اللي كتحاول كتدخلك في هذاك الضغط، خاصك تعيش معاه باش تحس به. هنا الديربي في كازا الرجاء والوداد، كنت مش تقدرش تخرج في الديربي إلا خسرتي، كتمشي عند مول الحانوت كتقول له عطيني وتتلقاه، واش يقول لك عندكم ما تربحوش، ها وحدة في الدار عندك كتلقى خوك ولا باك، كتلقى باك رجاوي امك وداديه ولا خوك ولا خوك ودادي واختك وداديه واختك رجاويه، عاد تدور عاد كتفيق في الصباح وعندكم ما تربحوش. هادو هذه امور هذه ما كتسميهاش ضغط، هذا عوامل ايجابيه اللي كتدفع اللاعب باش يقدم كما قال حسن احسن ما عنده نهار الديربي، طبيعي تيكون واحد المستوى عالي جدا، حتى شي واحد ما كيرضى، وهذه
الا جينا نلخصوها هذه ما يمكنش يحس بها واحد خارج كازا، قليل اللي غيعيش معاك هو اللي غادي يحس. اما كتلقى ديك داك التنافس الشريف، انا ما خصش يربح حنايا هو، راه تلقى راه صاحبك راه تكون تشاويه، لكن في الماتش ما خصوش يربحك باش ما يضحكوش عليك انت يا صحابك وداركم. هذه هي الامور الخصوصيه ديال الديربي. اكيد كل مدرب عنده الرؤيه ديالو، لكن بالنسبه لي انا مادام تيقول اللهم خليني نعيش وسط الضغط، لان الضغط تيولد الضغط اش يولد؟ تيولد الانفجار. احنا كنعيشوا نظره داخل الوقت، حنا كنعيشوا واحد يعني في المدرجات مجموعه ديال الاشياء، منها مزيانه ومنها اللي خايبه. منها اللي مزيانه هي هاد التيفوات اللي ولاو دابا يعني، وهذا كما قال سي حسن ناظر، هاد الاناشيد والتيفوات اللي ولاو كيتغناو بهم الالترات، والجماهير اللي كتحج بكثره الملعب باش تعطي كل ما عندها باش تساند الفرقه ديالها. ومن الجانب الاخر كنشوفوا حالات كثيره ديال الشغب اللي باقا مازال عندنا كنعيشوها في الملاعب ديال. اسمح لي غير سي مجدين، انا باش نذكر على سبيل المثال مؤخرا واحد الحاله يعني اللي كلشي وسائل الاعلام كيتكلموا عليها واللي حزات في النفوس ديالنا حنا كمغاربه. هذاك الشاب كمال اللي تبطرات الرجل ديالو لانه كان يعني بهذا الشيء كله راجع للعشق ديالو والحب بالفريق الوداد البيضاوي اللي تابعوا فين ما مشى كيف ما كنقولوا. ويعني حنا من هذا المنبر بغينا غير الرساله ديالكم لهاد الحالات اللي تكون، وهاد الحالات ديال الشغب اللي كتوقع في الملاعب ومازال عندنا في الملاعب المغربيه وكنعينوها. يعني واحد المجموعه هي اللي كدير يعني كدير هاد الشغب هذا، لان في صالحها ما كنفهمش اش كتربح من داك الشيء. اش كتربح من داك الشيء؟ كاين اللي عنده هدف يدير داك يعني داك الشغب. هنا بطينا في الدار البيضاء وقال هاد الشيء نقص عندنا، ما بقيناش كنجيبو بزاف، لان ما بقاش، لان حتى من دوك لي زولترا حتى هما يعني المسؤولين عليهم ولاو بحال مثلا اللي كنعرف انا على الوينرز، هما الا شي واحد يعني منهم يعني نوض شي صداع كيتحيدوا ديك يعني المنخرط اللي داير مع الوينرز وكيحيدوا من عندهم. ولا يعني هنا هما كنظن نراجع حتى هما نفس الشكل ولاو دايرين، لان هنا كتزيد كتساعد على الامن وكتزيد، لان هذوك الناس دوك اللي كيديروا دوك اللي تيفو راه داكشي اللي كيدار راه ماشي بسهل، داكشي راه بالعبقريه، داكشي ماشي ساهل باش تمشي من كازا حتى للحسيمه. طبيعي الحال ولا من كازا طنجه ولا من كازا الاكادير ولا من كازا راه مشاو للعيون، هادو راه تقول لهم راه يمشيو لك حتى راه وقع داك الجمهور ديال الرجاء راه مشى حتى للجزائر. فوالا سي حسن ديال الرجاء مشى حتى للجزائر. سي حسن في لا سيزون اللي كنت فيه مع الرجاء في لا كوب دي موند، الناس كانت كتنعس في الشارع، الناس كنلقاوها في لوطوروت غادي على رجليها، هذا دليل على العشق ديال الفريق. اذا هاد الناس هادو راه تيديروا واحد التضحيات اللي هي كبيره. اذا راه خاص الطرف الاخر حتى هو تكون واحد اورغانيزاسيون اللي تكون هي مزيانه، تكون واحد التوعيه، لان اهم شيء هي التوعيه. وراه كما قال السي حسن راه الجمهور ديال الرجاء وديال الوداد راه لحد الان مازال ما تسجلاتش عليهم هاد الموسم هذا حتى شي حاجه. كنظن ما كاينينش شي حوايج اللي كما كان قبال وداك الشيء. الان كاين الالترات منظمين، لكن كذلك كاين حتى الناس ديال الامن ومشكورين اللي حتى هما راه كيرافقوا الوداد وكيرافقوا الرجاء في لي ديبلاسمون ديالهم وكيورغانيزيهم. هذا شيء ايجابي، خصنا الاشياء هذه نذكروها. لكن هي التوعيه ملي كتكون راه كتكون من الداخل، ما كتكونش من برا، كتكون من الداخل ديال الفريق. اللعابه هما يكونوا دي ميساج يعطيوها للجماهير، المسؤولين كذلك. وحنا كنتمنوا هاد الاعمال ديال الشغب ما تبقاش يعني عندنا في الملاعب، ما نبقاوش نعينوها في الملاعب ديالنا، لاننا كنمشيو نتفرجوا يعني مع العائلات ديالنا وكنشوفوا واحد المتعه كرويه، يعني كنشجعوا الفريق ديالنا، كنبغيو نخرجوا يعني الا كان الفريق رابح ولا خاسر يعني كنبغيو نخرجوا بواحد مرتاحين، وكنبغيو نخرجوا يعني زعما بواحد حنا يعني راضيين على داك الماتش اللي مشينا تفرجنا فيه، باش مره اخرى عاوتاني نبقاو نمشيو نتفرجوا. اللي ولينا كنلاحظوا دابا راه مابقاوش كيمشيو على الرجاله، راه تبارك الله كتشوف الدريات العيالات بولاد، كتلقى غادي بولادهم، كاين راجل غادي ومرته، كاين ولا غادي بنته، بعض المرات كتشوف جميع الفئات العمريه. السي حسن معنا هنا في المعارف كنشوفهم، كيقدر كنشوف حتى تشوف يعني كتشوف البنات ديجا غاديين جوج ثلاثه غاديين بوحدهم، غاديين بوحدهم بالتيران، مابقاش مابقاش داكشي كيفاش قبل. هنا حتى الناس خصهم تبي يتفهم باش يشوف ديك الدريه ولا يشوف هذيك، ما تكونش بساله فهمتيني، ولا يبغي يتبسطوا عليهم. احترام وواحد الاحترام ما يكونش الشغب، لان تعرف مراه كبيره راه كنشوف شحال ديال المراوات الكبار كيدخلوا للتيران دابا،
فهمتي وهذا الشيء زوين. علاش حنا ما نبقاوش ديما الاوروبيين؟ الاوروبيين كيمشيو غادي بحال غادي بحال غادي شي عرس غادي بكومبلي كرافات مراه ديالو حدا حتى هي. هادشي راه كاين في الدين ديالنا حنا نورمالمون حنا خاص يكون فينا حنا التسامح، لانه خصهم يعرفوا هذوك الجماهير راه الاصدقاء ديالهم كما قال السي حسن راه كيباتوا سيمانه ولا 15 يوم ما كيشوفوش ديالهم وتيحضروا دوك اللواحات وتيحضروا دوك التيفوات باش اشنو هو الهدف ديالهم؟ هو باش 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 راه تسويق المنتوج الكروي ديالنا حنا هذاك، راه ليماج ديال المغرب. اذا صراحه كان نقاش معكم ممتع ونقاش زعما يعني هضرنا على الديربي. ككلمه اخيره سي حسن نادر ولا سي مجد الدين جيلاني، الديربي اليوم بعيون سي حسن نادر ونقدروا نقولوا بالتوقعات ديالكم يعني في الموقعه ديال الديربي رجاء والبداد. والديربي بدا اول حاجه هذيك ديال الجماهير هذيك غادي ينتظروا على واحد هذيك غادي تكون ان شاء الله هذيك 100% هذيك هذيك بدون نقاش. المباراه اللي انا هذه الكلمه ديال كنتمنى وعيت باش بغيت نسمعها. لا انا ديما كنبقاو نقولوا نتمناو ديما غنبقاو نتمناو نبغيو زعما يعني تدوز فواحد يعني فواحد الجو يعني كروي رائع، يكون واحد المستوى، لان بطبيعه الحال اي فريق غادي يبغي ينتصر في هذه المباراه هذيك، رغم ذلك كتبقى مباراه يعني اي فريق ربح فيها يعني غتكون على ثلاثه نقاط ما غيكونوش 10 نقاط، يعني اللي ربح كنقولوا كاين ثلاثه ديال يا اما الربح يا اما التعادل يا اما الخساره اللي غادي يكون في هذه المباراه هذيك. كيف قلت لك نتمناو تكون يعني فواحد يعني فواحد الجو كروي رائع، يعني كيف قلت لك بدون نقاش غنتسناو لوحات فنيه من الجمهور وكيف نشوفوا ديك اللوحات يعني نشوفوا حتى في داخل الميدان. وحاجه اخرى اللي مهمه هي بطبيعه الحال كل جمهور غادي يشجع الفريق ديالو، نبغيو كما بدات المباراه كيف ما تسالي يستالي المباراه كلشي يمشي بحالو لدارو يعني مرتاح، اللي فرحان فرحان اللي مقلق مقلق، لان الكره القدميه هذه مجدين الديربي 119 الاخت الكريمه فهو كيمثل واحد المباراه اللي هي كتساوي ثلاث نقاط. لهذا الشيء اللي خص يعرفها الجميع لا لاعبين ولا مسؤولين ولا جماهير بان ما كتساويش اكثر من الحجم ديالها. صحيح الديربي كتبقى مباراه عندها طقوس ديالها وعندها التقاليد ديالها، ما بغيناهاش تخرج على ذاك الجو الرياضي، ما بغيناهاش تخدش ديك الصوره ديال الديربي ودوك اللوحات اللي حنا متاكدين كما قال السي حسن فهي غادي تكون وغادي تزين المدرجات. نتمناو التاثير ديالها يكون ايجابي عند اللاعبين وعند المدربين بجوج، يقدموا لنا واحد اللوحه جميله، يكون واحد الصراع تكتيكي، يكون واحد الصراع فني ما بين اللاعبين، نشوفوا اهداف. نتمناو يخرج في هذه المباراه هذه يخرجوا لنا لاعبين اللي حتى هما يبصموا على 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 المسار ديالهم او ينقشوا الاسم ديالهم في مباريات ديربي. نتمناو ان شاء الله يسالي الماتش كما قلت نهبطوا الريطون نمشيو فرحانين. اللي دار اخطاء يحاول يصلحها، اللي دار واحد لا كونفيرماسيون او حقق انتصار ديالو يحاول يبني عليه فيما تبقى من الدورات، لان محتاجين كما محتاجين الفريق الرجاء البيضاوي يرجع وباقصى سرعه للدوري، كذلك محتاجين الفريق الوداد البيضاوي لانهم هما كيمثلوا واحد الشيء كبير للكره الوطنيه ولا الكره العربيه والكره الافريقيه، اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى بانه يكون حتى التحكيم يكون في المستوى الكبير وكبير جدا، لانه هو اللي غيتحكم زمام الامور، هو اللي غادي يتحكم في 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 المباراه. نحاولوا نشوفوا واحد المباراه مفتوحه كما قال السي حسن ونحاولوا نتمتعوا ولو مايور كيغان، ونتمنى ان شاء الله ديربي بدون مشاكل. ان شاء الله ان شاء الله. اذا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه من برنامجكم مع الحدث سبيسيال ديربي، حدث 100 ديربي 119 اللي غيجمع ما بين الفريقين يعني غريمين تقليديين فريق الرجاء والبيضاوي. كنشكر لاعب فريق الوداد السابق حسن نادر اللي كان معنا في هذا الحوار الشيق والممتع، شكرا لك سي حسن. وايضا كنشكر الزميل يعني لاعب فريق الرجاء والبيضاوي سابقا سي مجد الدين الجيلاني اللي يعني كان معنا في هذا الحوار ايضا لمناقشه الديربي الوداد والرجاء. شكرا لك. شكرا بارك الله فيك ايمان، وكذلك تحيه لمتتبعي قناه شوف تيفي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، اضرب لكم موعد في الحلقه المقبله دائما في برنامجكم مع الحدث. الى اللقاء.